السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنشوفوا لو فواياج دو لو اللي كاين في الصفحة 135 ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال لا تخوازيام اني دونسينيومون بريمير، السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. الوغ نبداو على بركة الله. جوي لو ديالوغ افيك تي كاماراد. لو ديالوغ راه سبق لينا ودرناه، فانا غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف، كذلك تلقاوه في الفوق ديال الفيديو. هو يبان دابا كتبه لا ليمن، كتبه بالبيض، باش كليكيو عليها ديكم لو ديالوغ، يعني بلا ما نعاودو. في السؤال الثاني، شوازي اون سيتوياسيون اي انفورم تي كاماراد سور لوتيليزاسيون دو لو دون لو كوتيديان. يعني نهضروا على الاستعمال ديال الماء اليومي، نستعنوا بهذه الصور. ممكن تجيبوا حالات من غير هذه الصور، انا نكتفي غير بهذه الصور اللي كاينين. الوغ في لا بروميير ايماج اون يوتيليز لو دون لا كويسون بور بريباري دي روسيت كوم لا سوب لا صوص. كنستعملوا الماء في الطياب، لا كويسون هي الطياب، بور بريباري دي روسيت باش نحضروا وصفات كوم لا سوب، بحال لا سوب الحريره او الصوبة اي لا صوص اتسيتيرا. يعني الماء كنستعملوه في بزاف ديال الاستعمالات في الطياب. اي بور لافي لي ليغوم اي لي فروي، كنغسلو به كذلك الخضار والفواكه. بالنسبه للصوره الثانيه، لو سوتيليز بور لافي لي فيتمون، يعني كيتستعمل الماء من اجل غسيل الملابس. هنا راه عندنا تعبيرين باش كنبداو. الى قالوا لنا ليتيليزاسيون دو لو، نقدروا نقولوا اون يوتيليز لو ونزيدوا عليه، ولا نقولوا لو سوتيليز. لو سير افير لا فيسيل، لا ترويزيام ايماج. لو سير يعني يصلح، يصلح لغسيل الاواني. اون نو بو با فيفر سون بوار دو لو، ليماج 4، ما نقدروش نعيشوا بدون شرب المياه. Pour la troisième question, trouve d'autres exemples d'utilisation de l'eau et informe tes camarades. Nana, le cas où tu as trouvé les consommateurs qui ont fait le mal, on va les informer. Alors, je vais dire que l'eau sert également à générer l'électricité. Le mal, il y a aussi توليد الكهرباء. دي ريغيلي شون، اننا كنسقيو به الحقول. داغوزي لي بلونت، نسقيو به النباتات. دابغوفي لي زانيمو، اننا كنوردو به الحيوانات. اي اسولافي بوغ اتر توجور بروبر، اننا كنستحمو به باش ديما نكونو نقيين. بالنسبه لي بواط، بالنسبه لبواط امو، يعني هاد الكلمات ممكن نستعنو بهم باش نعبرو بهم على هاد الصور. بوغ لا كويزين كنقولو مثلا ريستورون، مثلا ان شيف كويزيني تو ريستورون، يعني كاين في الريستورون الى اون تران دو كوير دو بريباري دي روسيت. هاد الكلمات اللي عندنا ممكن نستعملوهم. بوغ لا لافري نقولو ماشين ا لافي او برودوي ليسيف اتسيتيرا. اذا الى هنا اتي الى نهايه هذا الفيديو. اشكركم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله.